تبطل صيامه وإما تنقص ثوابه أو تبطل ثوابه فلا يكون له ثواب. تعب حظه من صيامه الجوع والعطش فقط. وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، مما يستحب للصائم أنه يمسك عن السباب والشتم والغيبة والنميمة، يمسك لسانه لأنه صائم. والصيام ليس مقصورا على ترك الأكل والشرب، بل يشمل ترك ما لا يجوز في سائر الأيام، الغيبة والنميمة والسباب والشتم، هذا لا يجوز في كل الأيام، في الصيام وغيره، لكن في الصيام آكد لأنه يؤثر على الصيام، وقد لا يكون له أجر في صيامه، قد يبطل الثواب، ثواب الصيام، وما يبطل الصيام لكن يبطل ثوابه أو ينقصه، فيحافظ على صيامه من اللغو والرفث أو الزور الغيبة والنميمة، يمسك عن هذا. هو بالصيام مجرد ترك الأكل والشرب، ترك كل ما حرم الله. إذا كان المباح يترك وهو الأكل والشرب فكيف لا يترك المحرم؟ إذا كان المباح يترك وهو الأكل والشرب فكيف لا يترك المحرم؟ يترك المحرمات والمعاصي وهو صائم، لأنها إما تبطل صيامه وإما تنقص ثوابه أو تبطل ثوابه فلا يكون له ثواب. تعب حظه من صيامه الجوع والعطش فقط. نعم.